اصلا بس مكياج العروس بروحه ب5000. ليش المكياج مو عليها؟ امي انت بكم سويتي مكياجك؟ والله والله انه 5 قمبك يجوني، والله ما دفعت فلس. والله انا مكياج القمر نفيسة دي. قومي يا بنت قومي. لا 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 سيبوها لي انا، اديني يا بنتي الفحم عشان اكحلها. اديني الفحم. يلا يا بنت تشوهي عشان نعمل لها لون الخدود. فقاسي يا بنت فقاسي منك ليه خدتها؟ يلا فقاسي. لا اوعى انت وهي بغير. اي 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 اوعى انت وهي يا بنت اختشي. الله والله بغير. خلاص عيال بقدم على صندوق الزواج. يعني تتحرى اذا قدمت على صندوق الزواج ما بتتسلف حليلك. انت ليش مسوتن هالشي؟ انا بس واقعيه، بيعطونك دفعه وعقب العرس الدفعه الثانيه، عاد حفله العرس وحكم بتكلفك. امي انت كم كلفت العرس؟ والله والله ما كلف حاجه، ولا خدنا من ابوك الابيض ولا اسود ولا فلس احمر. احمر انت غرشه عطر بطير خساره فيك. كيف يعني ما كلف شيء؟ كل واحد في البلد عمل لنا حاجه، اصل ابويا كان كريم مع الكل، الستات طبخت وجابت الاكل ومفيش كروت دعوه ولا غيره. ابويا طلع على عربيه كارو وجاب ميكروفون وقال البلد كلها معزوم، ومن غير ما يعمل الناس كلها اساسا قالت لبعضها واتجمعوا، ولا فرقه ولا حاجه، الستات في البلد جابت الحلل. وهات يا راس والبت نحمده. البت نحمده رقصت راس عشان كانت حاطه عينها على الواد سيد الخضري. كانت عايزه امه تشوفها وهي بترقص. حبه حبه يا عيني حبه.